السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن ايميل غريب جدا وصلني من مدة، وده جاء عقب حادث حدث من احد الموظفين في المؤسسة، مؤسسة الدعوات الإسلامية، اللي اتكلم كلام يعني غير لائق عن بعض الافراد وعن بعض اللي هو الديانات. الايميل كان فحواه واضح جدا، بيقول فيه اللي بعت الايميل ده هو كأنه هو قرار محكمة عليا تقول لي بالتالي. في قرار المحكمة بيقول ان احنا هنخش الصفحة بتاعتك بتاعت الفيسبوك، وكأن الايميل ايضا اتى من القائمين على الفيسبوك، انهم اللي هيخشوا وهيعملوا زي ما تقول انفستيجيشن يعني تحقيق، واحنا مش هنقول لك مين هم اللي قدموا الشكوى فيك، وقرار المحكمه مش يعني في كده اشياء مبهمه كثيره جدا 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 في الايميل، لكن بيخوف او بيرعب اي حد. انا طبعا لما وصل لي الايميل عن طريق احد الزملاء قعدت كده في حاله ليل ارجوحه متأرجح ما بين مشاعري يمنة ويسرة وفوقا وتحتا. المهم اتصلت بأحد العاملين في المؤسسة اللي قال لي على العموم ده ممكن يكون يعني سبام يعني غير حقيقي، لكن نتأكد. أعطى الإيميل أيضا للمحامي بتاع المؤسسة والناس اللي عاملين في الإعلام، وأنا من وجهة نظري قال لي انتظر. ساعات الانتظار دي يا شباب كانت بالنسبة لي ساعات قاتلة ما بين الأرجحة النفسية في داخل مشاعري المكنونة في فؤادي وفي كبدي والانتظار، فكيف أتغلب عليها؟ فقلت صلوا على النبي معي، يلا نصلي على النبي. قلت أنا هعمل ورد النهاردة أنني أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة خلاص، وحقوم بالتالي أعمل اللي أنا كنت مقرر أن أعمله علشان ما أتركش نفسي لفراغ وهواجس وأرجوحة الأرجوحات دي ما بين مشاعري. دي نمرة 2. ونمرة 3 أنا هنشغل بشيء جديد. فما بين الساعة 9:30 صباح هذا اليوم إلى قرابة الساعة 3 أو 4 انشغلت بالصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انشغلت فيما بعد بإيه بقى؟ بان انا بدات اسجل حلقات على اللي انا بسجلها دلوقتي، اللي هي حلقات اللي هي الاخلاقيات والسلوكيات الاخلاقيه. قعدت اسجل 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 لغايه ما انهكت من كثره التسجيل. وتذكرت هنا الفتنه اللي حدثت ما بين الانصار والمهاجرين، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما حصلت الفتنه وده والفريق ده انحاز لهذا المكان والفريق انحاز لمكان اخر، صلى الله عليه وسلم مشي بيهم إلى عشان ينسوا الفتنة، إلى أن وصلوا إلى مكان وكل منهك فنام الجميع بعد أن وصلوا إلى المكان اللي هم وصلوا إليه. فأنا بالتالي استفدت من هذا الأمر، أنا شغلت نفسي بشيء يخرجني من أرجوحة المشاعر داخل فؤادي. وخلصت الساعة 4 تقريبا أو الساعة 5، وصليت الظهر وبعدين العصر، وفي الآخر افتكرت ان انا ايه اكلم الاخ المسؤول في المؤسسة، فقال لي المحامي يعتقد انها يعني فيك يعني شيء مش حقيقي. فقلت له طب انا هبعته لمكتب تاني، قال لي بعته. فبعته لمكتب تاني من مواقع الشفافية، ان انا برضك عضو مجلس ادارة في بلد اخرى. فلما بعته للمحامي هناك اريد ان قال لي نفس الكلام، ولكن انا هتحقق وارجع لك، وما رجع ليش لغاية دلوقتي من أكثر من شهر إلى آخره. فبالتالي يا شباب لما يجي لكم شيء سيء كهذا لا تنفعلوا وتردوا بانفعال قد يؤدي إلى عواقب أكثر من الإيميل نفسه. الحمد لله اشغل نفسك بشيء يخرجك مما أنت فيه من مشاعر سلبية، لأن الذي يضع حولك المشاعر السلبية هو الشيطان عشان تخش في هواجس وكذا ولا تنتج. وفي اليوم ده انا سجلت ما لا يقل عن 12 او 14 حلقة على اللي هو السلوكيات الاخلاقية دي،
بالانجليزي والعربي، يعني 7 بالعربي و7 بالانجليزي. جزاكم الله خير. اشغلوا نفسكم وتحكموا في عواطفكم وانتجوا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.